مرحبا، أنا لؤي ومن قناتي أقدم لكم هذه المرة الرواية الفائزة بجائزة نوبل لهذه السنة 2024 لهان كانغ من كوريا الجنوبية. انتظروا معي بعض الدقائق واسمعوا عن الكتاب الفائز اللي اسمه النباتية، وهي عن سيدة متزوجة ولها عمل وزوج وعائلة. تحلم يوما ما أثناء النوم إنها أصبحت نباتية وتتحول حياتها من هذه اللحظة إلى كابوس حقيقي. ثاني يوم وفي دعوة غداء عند بيت أهلها، تجلس حول المائدة المليئة بأصناف الطعام الكثيرة الكورية. تشعر فجأة بالغثيان وتتنحى على جنب يتركها الأهل على راحتها بالرغم من انتباههم بأن شيء ما خطأ. وفي الليل تصحو من النوم وتتوجه نحو الثلاجة، تلملم كل أنواع اللحوم الموجودة فيها، تضعها في كيس للقمامة، ترميها خارجا وترتاح من الرائحة في المنزل، وتثير غضب زوجها بسبب ذلك لأن كل شيء مكلف. تزداد الحساسية عندها من رائحة اللحوم، تبدأ تشمها من زوجها ومن خلايا جسده، تمتنع عن ممارسة الجنس معه مما يثير غضبه كثيرا فيطلقها لأنها أصبحت غير محتملة. وتتمادى الكاتبة في وصف حالة بطلتها لتبدأ تحس إنها شجرة تحتاج إلى التربة والنور والماء فقط. تصل إلى مرحلة متقدمة من التخيلات والتقمص تجعل من حولها يتعبون منها، وهنا تحدث الكارثة الحقيقية إذ يبدأ زوج أختها بالالتفاف حولها والتقرب منها بنية المساعدة، فهو فنان ويقنعها إنها فعلا شجرة، فيرسم لها شجرة على جسمها لتسلم له جسدها ليعبث فيه ويشبع رغباته الجنسية في أيام وليالي متتالية. تتفاقم الممارسة هذه، يبدأ بدعوة رجال آخرين لمشاركته المتعة، يصل بعدها إلى علم الأخت ما يحصل، أي زوجته، تطلب الطلاق منه وتقطع علاقتها بأختها وإلى الأبد، لأن الاغتصاب والجرائم الجنسية في محيط العائلة غير مقبولة ومؤلمة لجميع الأطراف مهما كانت الدوافع. فينتهي الحال بالنباتية في مستشفى للأمراض العقلية والمغذي معلق في ذراعها وحولها الأطباء ولا أحد يفهم الحال عندها. أحداث كثيرة نعيشها مع البطلة وتحولها المفاجأة الذي في بعض الأحيان يتعب القارئ للوصف الشديد الصراحة والوضوح، كما في ممارسة الجنس الجماعي وغيره الذي ستقرؤونه لو أحببتم ذلك. هنا كتاب عن حال الإنسان الذي ينتهي في لحظة أو يفقد عقله أو إرادته ويتحول إلى كتلة ساكنة عديمة القيمة بدون سابق إنذار، كما يحصل في الحياة ومنذ نشأتها. هان كانغ حصلت على جائزة نوبل كما صرحت اللجنة السويدية على أفكارها التي تقدمها في مقالاتها عن السلام والحرية والتعايش مع الآخر، وليس كما ذكر البعض وبعد الحصول على نوبل وفي البلدان الشرقية فقط. طبعا إن الكتاب تحفة فنية عن حرية المرأة في اختياراتها، إذ فهم البعض ذلك من قراءة الملخص في نهاية الكتاب أو سمعوا تقرير عنه أو أرادوا تسويق فكرتهم هكذا. الحياة قصيرة إن كانت أو طويلة ستنتهي يوما ما، فلنراعي ونحب بعضنا البعض، والله يبعدنا من كل الأمراض. إذ أدعو لكل من يسمع هذا أن يعيش بكرامة ولا يحتاج لمساعدة أحد آخر. لا تنسوا تعليقاتكم الذكية والمفيدة وآراءكم التي أحب قراءتها دائما. تحياتي لكم وإلى اللقاء في كتاب آخر مع قناة كتاب لؤي الحالي.